مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير مطبل الشمندر. عنا 4 حبات شمندر مسلوقين، 4 معالق طعام طحينة، 2 ملاعق طعام حامض، 1 ملعقة صغيرة ملح وحبة ثوم بهيدا الحجم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط المقادير كلهم بالمكنة. حامض، الملح، الثوم، كمان طحينة، بنعمل على المكنة منيح. بسم الله. خلصنا من تنعيم الشمندر. هلا بنحطهم بالصحن. بسم الله. ما راح احطهم كلهم، راح احط شيء خفيف. نظبطهم مع بعض. بزينهم بالنص بقدونس بهيدا الشكل. بنحط زيت زيتون. فينا كمان اذا حبينا نزين بهيدا الشكل نحط جوز. هيدا مطبل الشمندر اللي عملته انا وياكم. بتمنى تعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.